يا ربي يا كريم يا مغاني. إيه؟ لا والله زادوا. إيه بقى ستة. ستة. بقى اثنين. الله أكبر. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله عزيزي المشاهد. اليوم مقطعنا احتفالية المليون. مليون، اللهم لك الحمد، وصلنا مليون. هذا من بعد الله ثم أنتم. الله يسعدكم يا رب. أسأل الله أن يرزقكم فرحتي، وأسأل الله مثل ما جمعكم بهذه القناة أن الله يجمعنا بجنة عرضها كأرض السموات والأرض. احتفالية بسيطة جمعت فيها أعضاء باور أخوياي القريبين القلب. طبعا أول واحد مصور مين؟ هذا ترى أخوي نايف الكبير. هذا أخوي الكبير ترى أنا أحترمه مرة. لا تنسى من اللايك والاشتراك ورسمية على الموضوع فما عندي رايد. تعال رايد بسرعة خلص سواليفي. هلا والله. السلام عليكم. كل من أبو مشواع يا شري أمه. بس يشري امه. يب يشري امه لل 2 مليون والثلاث، يعني ما بقى له شيء. حلوه دي حلوه. والله يا رايد اني من اول اقول له لو تشدها بس فتره انك راح تسوي سكيب لشغل مرعب. لازم تعرفون السالفه دي. ابو مشوار يعني كل اسبوعين سفره، كل ثلاث اسابيع سفره. كان كان طبعا كان يمين يسار يمين يسار. ها يستمر اسبوعين ثلاث شهر شهر ونص. هذا شهر ونص صف خلاص انجاز. بعدين يعطيك واحد اثنين نفس اخونا بالله. السلام عليكم. مرحبا. السلام كيف حالك؟ يناظرنا من بعيد يضحك. يا يضحك يضحك. شفنا ابو مشوار لما انشد بوم فجر الدنيا فجر الدنيا حرفيا. الو احمد. لا طيب الحين انا جايب عيالي الشاليه عشان يلعبون. شوف ولدي الطفل الكبير. تبون عيالي كيف سعادتهم بسيطه؟ يا سلام. طبعا هنا في مضاربه يا جماعه. بيشيلون الظرف. شوفوا الشيخ نايف. طبعاً هذا معاذ الريمي يا جماعة الخير. أول مقطع لي بالقناة كان معاي معاذ حبيبي. بركات معاذ. إحنا دخلت اليوم معاذ. ربي يوفقك. جبت لي هدية. لا والله ما جبت لك هدية. مبروك رايد على المليون. رايد حبيبي مبروك. اي اي من اللي صورت ذا؟ توك شفتني توك شفتني. مبروك مبروك. الله يبارك ايامك يا رعد قلبي. الله يسعدك. نورنا ابو سعادة. هذا من اخوياي القريبين. والله اني مره مبسوط. احمد يا مرحبا حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله. انا قلت كلمه اول للناس اللي في البيوت عين تذكرها. والله اني اقولها وانا صادق واعيدها الان. رايد قنبلة موجودة. لعل الانفجارة كانت الفترة هذه. دعمكم مهم. الرجال قاعد يقلع الآن. أنت بتشوف المقطع هذا. في كلمة أنت قلتها أول ما خلص المعرض. رايد القديم الوجه القديم هذا بيتغير. وتغير. بس يا رب إنك تصمد. لو تمسك فلوسك بس تمنع نفسك من السفر والله أنت تصمد. المهم الله يوفقك يا حبيب قلبي وإن شاء الله من أعلى إلى أعلى وعقبال الاثنين والثلاثة والأربعة. كان معكم SXB من قناة رايد مشواح الشمري. شكرا لكم. السلام عليكم. إن شاء الله عقبال الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة والمية بإذن الله. الله يبارك لهم. أنا من زمان من يوم ما شفت من يوم ما دخلت على قناته وأقول هذا الرجل عنده الإمكانيات بس يحتاج التزام. وفعلا هو الآن التزم وشوف ما شاء الله في فترة وجيزة جدا حقق إنجاز. والله العظيم كثير من اليوتيوبرز اللي لهم سنوات في اليوتيوب ما قدروا يحققوه.
هذا الرجل يملك الكاريزما والحضور وكل شيء. أتمنى إنه يحافظ على هذا الشيء ويستمر ويدعس ويوصل، وبإذن الله حيوصل 10 و20 مليون. فألف مبروك عليه والله إنه يستاهلها. رايد ألف ألف مبروك المليون مشترك، والله العظيم إني مرة فرحان لك يا أخوي. قسم بالله إني أعرف الشعور اللي أنت وصلت له، وعارف كمية الانتظار اللي كنت تنتظره إنك توصل مليون مشترك. أنا قعدت معك في الغرفة شهرين من 3 شهور، عارف لما المقطع يخرب ولا المقطع يطلع بدون صوت ولما الفكرة ما تصير كويسة ولما ما عندك ثمنيل وما عندك أحد مومنتج ونساعد بعض. والله العظيم إني أنا مرة فرحانك أكثر من إني فرحان نفسي إني بدخل 4 مليون. فالله يوفقك وعقبال 5 مليون و10 مليون وأعلى القمة بإذن الله. أحبك يا أخوي، وإن شاء الله نشوفك بال5 مليون و10 مليون و20 مشترك. مع السلامة، أحبك مرة. دائما حطها ببالك، اذا التزمت بمشواح ومشيت كذا ما شاء الله عليك تفجر الدنيا والله، والكل حرفيا يلتفت ما شاء الله تبارك الرحمن. حطها ببالك دائما، احنا محظوظين فيك، وبرضه باور محظوظين فيك. تعب تستاهله وعلى البركه مره ثانيه. يب ترى والله وجودك بيننا يعني لنا الكثير. أيوة، فلا تفارقنا ابدا لو سمحت، ولك نكهه دائما كذا، وجودك له نكهه. وش كذا اعطيك كف على طول وطيح من الكف. ليه الحفله حقت؟ لا يد نوسي يا ابو خالد. يمكن اكثر اللي يعني اللي يتابعون رايد ما يدرون الشيء اللي بيني وبينه. يا اخي صوتك يا اخي، شفت صوته؟ شفت يعني في شو اسمه هذا رايد مشواح يا جماعة الخير. يا الله، يا أكثر شخص فرحت له بوصوله للمليون. قولوا ليش يا جماعة؟ رايد كان خوي يعني قبل اليوتيوب وقبل لا أنا أفتح قناة، وقبل كنا يا رجل ممكن يا أخي في مقاطع لنا قديمة مرة 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 قديمة كنت أتمنى له. يعني يا رايد أنت فيك شيء مو في غيره يا أخي، أبدع يا أخي وطلع للناس. تقريبا أنا ورايد عشرة من تقريبا 13 سنة أو 14 سنة، ما تصدق صح؟ والله أعرف رايد من 12 إلى 13 سنة. يا علها ملايين يا أبو مشواح، ادعموه يستاهل كل شيء، رجال مبدع. صح إنه وجهه طويل، كنا كرسي حقي طاولة طعام عادي، لكن لس قوي أبو مشواح. يعني أنا وياه فاهمين يعني نفس الأسلوب تقريبا، بس إنه اللهم يفرق وجهه طويل، وجهه طويل وعندك سنونه في سنين دائما يطيح يروح المستشفى يعدلها. يا رايد والله I love you، يا من بالله إني مبسوط لك وأنا أخوك. باس لك. أيوه أكيد يا أبوي. هيا شوف شوف ايه يا عيال، ترى العب وين؟ يلا ايه برايد وجبت لي 500. قل قسم بالله والله لك 500 ريال. والله الكعك 500 ريال. يلا صريح 500 ريال. يلا رد يلا رد رد بيجيب ايش اسمه. طيب يا جماعه انتم تحسبوني انا ما خاوي ناس عندهم يعني مواهب؟ شوفوا الموهبه هذه، ترى مو بعموري. ها يلا نفس المهاره. ها ما راح اسويها. يا عيني يا عيني. هذه الكيكه. يلا ابو صالح جاهزين؟ بسم الله ليتس جو. خلنا بالشيء. رايد ابو مشواحي. يا ابو مشواحي تعال. لا 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 غلط لا غلط غلط يا خالي. كل عليكم كل عليك. يا عيني بخالد يا فنان، يا عيني الحركة. يا سلام يا سلام يا عم والله بخالد. ما انت مبروك المليون يا علها يا علها ملايين يا رب من نجاح. الكيكه الكيكه يا تعال شيرين. يلا 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 تعال تعال تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا عيني اسلم اسلم. يا عيال من سعيد الحظ اللي بياكل جبهتي انا. هذا سعيد الحظ. سهل الخير والله سهل الطيب. كلنا ندري المشاهدين عليك يا حي. لا والله بس والله على الخاطر.
والله ما حلو لوتس جايب لك ورد ترى يا والله يا شوفتك هديه هذه 5 ريال بوكس لا لا المراية الميزانية والله تعبانة والله واضح الميزانية صعبة جيز انا شوف وش جبت لك اي هذه ايه هذه كم دفعت لي هذه هذه حق والله كثير اقسم بالله الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك يا بعد روحي هذه عاش 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 عزوز هذه حقتك صح عاش هذه عزوز جاي يحتفل بي ويجيب لي هديه ويحس بني نسيته الف مبروك يا عزوز المليون والله ما انساك والله ما انساك ما شاء الله واحد اثنين ثلاثة مبروك مبروك طريق طريق تحسبي نسيتك لا 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 يستاهل 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 لا تشوف سنابي طيب لا تشوف سنابي لا 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 انت تشوف سنابي يستاهل والله والله انت بتكون ضيف من ضمن الموسم بتكون ضيف والله يا ويلك يا ابو هستر والله العظيم اسئله لا مو اسئله والله مجلس رايد سوالف وضحك وطقطق اقسم بالله تم والله العظيم حدد اليوم اللي تبي تلقوا الحلقه يا يا ويلك كيف الحال؟ شلونك؟ كيف الحال؟ لا لا ما سلم شلونك؟ كيف الحال؟ طيب؟ بس اني انا اشوف جيب صح ركب هنا يلا جوال؟ ما فيك هذه عجبتني ما فيك مرة؟ ما تاكل حياكم الله جميعا واعذرونا اكسور اقلطوا احمد وين صحنك الاول سم اخوي مقصد شوفتكم والله المقصد شوفتكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كني ما اشوفك كنت في حلم معلش يا جماعة الخير أول شيء يعطيكم العافية لحضوركم مشاركتكم هذه الفرحة أسأل الله أن يسعد الجميع آمين آمين وأسأل الله أن يزيدكم فرحتي بشوفتكم يا آمين وأسأل الله مثل ما جمعنا بهالمكان يجمعنا بالجنة آمين واعذروني على القصور يا حبيبين القصور يا موجود اعذروني على القصور وبالعافية عليكم سموا سموا يا جماعة سموا أما الآن فقرة الهدايا اللي برب الكعبة العيال صدموني فيها ما أدري والله إني ما أدري إنه كثير لكن قلت والله نفتح قدامكم تشوفون هدايا معي الهدية الأولى ألف مبروك المليون تستاهل كل خير وكل حب وعقبال 10 مليون هستور الله يسعد قلبك يا هستور يا حبيبي ما قصرت والله العظيم 1M مليون هذه من كمستكة كمستكة رغم أنه منضغط وبشغل بارد الوجه مشتري الأشياء رخيصة الفقير هذه وشي كذا وهذه مراية ومشت بيض الله وجهك وتقول هدية لعجيز بس يلا بيض الله وجهك يا كمستكة مبروك المليون ما نسيتك يا كمستكة يا ما شاء الله الله يجزاك خير قلم وعطر وكبك وسبح تشوفون ألف مبروك المليون مشترك والله يجعلهم شاهدين لك لا عليك أبو صالح يا بعد قلبي أبو صالح الله يسعد قلبك يا حبيبي ما شاء الله ما أدري من مين والله بس الله يجزاك خير يا بعد قلبي الله يجزاك خير ويرحم والديك ألف مبروك وصولك المليون عقبال المزيد يا رايد أبو أمل يا بعد قلبي يا أبو أمل الله يسعد هالوجه هدية من إخوانك ركان وريان التوأم يا حبي لهم مش دقيقة يا سلام شكرا يا عيال شكرا ريان في شيء ثاني تبقى الله يا بعد عمري طيب كامل جاء والله طيب كامل كم كم لون ما شاء الله الله يسعدكم الله يسعدك يا ريان وركان وعقبالكم ان شاء الله هذه كبيره مره
ايش قصده ذا؟ انا ماني برياضي، ليكون قصه نفس راسي. مين اللي جايبها طيب؟ بعرف مين. واو وش ذا؟ يا سلام، شكرا يا بعد قلبي، والله حلو الهودي ذا. هاي كثيره مره يا عيال. وش ذا؟ سلام احد، وش ذا؟ طيب في باقي يا عيال، المشكله في باقي. مبروك المليون مشترك وعقبال العشره. صهيب صهيب الزلمه هاشم نوني مجدول علي كوره جايبني يا عيال، جايب لي العاب هداياك كلها محتوى. هذه محتوى شكلها بنزلها في تحديات تيك توك. باقي والله الله يعطيك، والله يعطيك، بس ما قصر. احلى شيء جابه الهدي هذه، بغيبها لعيالي ان شاء الله تزوجت باذن الله. هذه من ابو شايه عيال، هذا كراتيه صح؟ مونت بلانك ماركه والله. دفتر، يا سلام، شكرا ترى غالي مره يا عيال، شكرا ابو شاي، الله يسعد قلبك يا حبيبي يا صديقي. هذه نتمنى لك شعر صحي، ابراهيم وسلطان، مش شامبو، بلسم، مش ماسك، ربطه شعر. ما قصرت والله يا ابراهيم وسلطان، استشوار، في استشوار هنا والله. شكرا، عطر يا بعد قلبي، تكفى انك كاتب اسمه. الف مبروك مليون مشترك، وان شاء الله شاهدين لك مو عليك، الله يوفقك. نايف الهجرس يا بعد قلبي يا نايف، هذه هديه من كروم مرواس. شكرا والله شكرا. بسم الله الرحمن، وش ده؟ يا رب يطلع لك شعر. عزوز الدوسري، عزوه يا ابو ريحه، يا رب يطلع لي شعر. وهذا وش طيب؟ كيف عيال؟ هلا والله، السلام عليكم. رايت شو. نشوف وش هدايانا اليوم يا جماعة. رايت شو، رايت شو. انا احمد شو. اكلت شعر. السلام عليكم، انا احمد شو يا جماعة. عطنا الهدية اللي بعدها. شكرا يا عزوة يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الف مبروك اقمال مليون، اخوك معتز الدوسري، الله يسعدك يا معتز يا حبيبي. شكرا يا بعد قلبي على الهدية، على العطر، الله يسعد قلبك. عادل الغامدي، ألف مبروك وصورك مليون متابع، عقبال 5 و10 شاهدين لك لعليك، الله يسعد قلبك. شكرا يا عادل يا حبيبي يا عادل. ودي يا سلام، يا ساتر وش ذي؟ مبروك المليون وعقبال 10 مليون، اجحدها يا ابو ريحه، توفيق يا الله. شكرا يا توفيق يا بعد قلبي، الله يسعد قلبك. شوف نفس جسم توفيق، ضرمت، الله يسعدك، شكرا. ألف مبروك المليون وعقبال الملايين، لسنا الوحيدين لكننا الافضل. باور يزن، الله يسعدك يزن يا حبيبي، شكرا لك من اعماق قلبي. شكرا على الاستشوار. يا جامد عندي في البيت والله، ريح مره اسلك بالله. ايه بفيدك، بفيدك في حياتي. شكرا والله، شكرا يزن يا حبيبي، الله يسعد قلبك. اسلم يا الهدي، يا بعد قلبي، الله يسعد قلبك يا حبيبي، شكرا يا راعي الهديه. هذا براندي. ها؟ براندي يعني. براندك؟ كذاب؟ اي والله. هذا عندي جايبه. شكرا عزوز ابو طج، الله يسعدك. وسعود العمري. وسعود العمري؟ ونعم والله يا سعود، والله ما قصرت. وهذا متجر حقكم؟ شو اسمه هو؟ لوجن. الله يسعدك ويسعد لوجن كلكم. شكرا، حلو والله، خامته حلوه. الف مبروك المليون عقبال المية. ايزي، عزوز، الله يسعدك يا عزوز. شكرا يا حبيبي، شكرا شكرا شكرا. محمد الشبنات، تستاهل الملايين يا بعد قلبي يا شبن، الله يسعد قلبك، شكرا يا حبيبي. يا بعد قلبي، ما ادري من صاحب الهدية، لكن الله يسعد قلبك، شكرا يا حبيبي، شكرا. هذا عود اتوقع صح؟ اي والله انه عود، الله يسعد ايامك ويعطر اعمالك. والله يا جماعة انه ودي اعرف مين انتم تكفون، والله يا عيال شكرا. الله يسعدكم يا اخي، عطورات شكرا. عاد انا مدمن عطورات يا جماعة، ورب الكعبة ما امر محل عطورات الا لازم اشتري. الف مبروك عقبال 20 مليون، اخوك ابو الريم، هذا نايف اخوي الكبير. شكرا يا نايف يا بعد قلبي. شكرا يا حبيبي، الله يسعدك ويخليك لي. بسام الزلموشة يقول لقيت ضرب بس ما لقيت كارد، احمد ربك، مبروك المليون عقبال عجل، تدني احبك يا حبيبك. شوف كتب لي فاتوره يا سلام على الهودي، شكرا شكرا يا بسام. شوف واضح ومعطره والله بعد، شكرا يا حبيبي. شوف جايب لي هذه سبايدر مان. طيب هذا مش مزنوق، ما شاء الله تبارك الرحمن، مبروك وصولك المليون رايد، اخوك عيد يا بعد قلبي. يا عيد تو انت، الله يسعدك، ما شاء الله تبارك الرحمن، جايب لي خامه قماش. اي والله قماش، الله يسعدك يا عيد، يا ما شاء الله. شوف القلم،
شكله نظارة صح؟ اي والله نظارة. الله يسعد قلبك يا حبيبي يا عيد، يا من الجنة الباردة، الله يفرحك. بقى هذه بس بشوف وشي، ما شاء الله مبخرة وبخور، الله يسعدك. ألف مبروك مليون، جعلهم مشاهدين لك لا عليك. إقبالك صالح يا بعد قلبي يا صالح، شكرا، كثر خيرك ويرحم والديك يا حبيبي، الله يسعد. والله هديات جت ماني ما راح تقبل اشته خلاص يا جماعة. الله يسعدك يا صالح، يطول بعمرك، شكرا يا حبيبي. تكفى اسم، ما في اسم، الله أكبر، الله يسعد قلبك، شكرا شكرا، يا سلام، والله رهيب، والله رهيب، والله ما شاء الله. أيوه بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، عود ومبخرة وعطر، الله يجزاكم خير. من أخوانك أجعل مرينة، ألف مبروك عمك إيفر إن، يا بعد قلبي يا مودي وعكم، أسأل الله أن يسعدكم ويكثر خيركم، والله كلفتوا يود كبيرة ذي، شلمي شلمي يزير يا ما شاء الله. وعزيز معهم متوقع، عزيز بعد يا بعد قلبي، الله أكبر، يا ساتر ما شاء الله تبارك الرحمن، يا بعد قلبي يا مودي وعكم، يا بعد قلبي روحي مودي وعكوم وعزيز على الشيخ بعد، الله يبيض وجيهكم يرحم والديكم، شكرا والله. ها هذا اخر هديه ما شاء الله، اضاءه باسم رائد، الله يسعدك. هذا احمد يا جماعه، هذا احمد اخونا من فلسطين بعد، عنده محل كذا يسوي لكم اشياء زي كذا، الله يسعدك يا قلبي يا احمد، يكثر خيرك يرحم والديك. وصلنا لنهايه الفيديو يا جماعه الخير، الله يعطيكم العافيه، شكرا لمشاهدتكم المقطع، تنسونا من لايك واشتراك، واخوياي وحبايبي اللي ما قصروا معي وجابوا هدايا، اسال الله أن يكثر خيركم ويعزكم ولا يعز عليكم، وبإذن الله رد لكم بفراحكم، الله يحفظكم، شكراً.